نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب قراءتنا وصلواتنا بعد القبول هدية منا إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الشريفة. اللهم بعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي المنام رؤيته. اللهم لا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوله واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من رفقائه يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين وإلى حضرات ساداتنا البدريين رضي الله عنهم وسائر الصحابة والقرابة وأهل الخير كلهم وخواص عبادك الصالحين ورجالك الغائبين وأهل بيت رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذرياته وعترته أجمعين وإلى حضرات الأئمة الأربعة المجتهدين واللقطاب الأربعة والفقهاء والمفسرين والمحدثين من أهل السنة والجماعة. اللهم وإلى حضرات أساتذتنا وأساتذتهم ومشايخنا ومشايخهم ومشايخ سلسلة القادرية والدفاعية والنقشبندية ومشايخ سائر الطرائق المرضية عندك يا أرحم الراحمين. اللهم وإلى حضرات جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وكرامة تليق بأعلى درجاتهم. اللهم أمدنا بمددهم وانصرنا بنصرهم محمنا بحمايتهم. اللهم احفظنا بحفظهم يا خير الحافظين. اللهم أفض علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا ومشايخنا وإخوتنا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأحبابنا وعلى من أوصانا بالدعاء وعلى من أعاننا وعلى من أعان معاهدنا وجمعياتنا ومنظماتنا من فيوضات هؤلاء السادات المذكورين وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم ونظرهم وحفظهم يا أرحم الراحمين. اللهم بحقوقهم عندك وبقربهم لديك بارك لنا في جميع أمورنا
اللهم بارك لنا في تعلمنا وتعليمنا وتدريسنا وعلومنا وصدورنا وقلوبنا ونياتنا وأقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا ونياتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأسماعنا وأبصارنا وجميع معاملاتنا الدينية والدنيوية والأخروية وفي جميع ما أنعمت به علينا بركة تامة ظاهرة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولخدمة دينك الإسلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولخدمة دينك الإسلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولخدمة دينك الإسلام مع الصحة والعافية والسلامة يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا وانصر من نصرنا وانصر من نصر دين حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم خذل من خذل دين حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعلنا منهم. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وأمتنا وولاتنا وولاة أمورنا وعلماءنا واجعل أمورنا بأيدي خيارنا حتى يقودنا إلى الخير من هو خير منا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم احفظنا واحفظ اجتماعنا هذا خاصة واحفظ علماءنا وأساتذتنا ومآحدنا وجمعياتنا ومنظماتنا من جميع اللافات والآحات والبليات والمصيبات والأعداء والحساد والساهرين والماكرين والخائنين والنمامين والمغتابين والفتانين والسياسيين وشرور خلقك كلهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا واجعل من ذكرنا وما ذكرنا في حفظك وحرزك وأمانك ورعايتك وحرز وحفظ ونظر ورضا أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. भक्ति भाई सीधा दुआ दो दिखे।